ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض اهم الاحداث اللي هتحصل النهارده، وكمان اهم المباريات اللي هتتلعب في الدوري المصري والدوري الانجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فأعلنت الهيئة القومية للأنفاق مواعيد التشغيل لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى مع بدء أول أيام شهر رمضان المعظم تيسيراً على جمهور الركاب، حيث إن بداية ساعات التشغيل لخطوط المترو الساعة 5:15 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1 صباحاً بعد منتصف الليل. وبداية ساعات التشغيل للقطار الكهربائي الخفيف الـRT الفنون والثقافة وعدلي منصور الساعة 6 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 12 منتصف الليل. النهاردة هتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير لمدة 55 يوم، ووضعت الكنيسة الصوم الكبير في أسوان الدرجة الأولى اللي بيمنع خلالها تناول المأكولات البحرية والاكتفاء بالمأكولات ذات الطابع النباتي فقط، كما تنظم الكنيسة القداسات بشكل يومي. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراة قوية في ختام الجولة 16 من عمر المسابقة، هيلتقي الاتحاد السكندري مع فيوتشر في تمام الساعة 9:30 ليلا. والعشاء الكرة الإنجليزية موعدهم النهاردة مع مباراة قوية في ختام الجولة 28 من عمر المسابقة، هيلتقي تشيلسي مع نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة 10 ليلا.